هذه الدورة هي سلسلة متواصلة من تكوين مدربين الحراس، مدربين كانوا تحصلوا على الدرجة الأولى في 2017 بحجم ساعي 40 ساعة دروس نظرية وتطبيقية. اليوم يعني بشرنا من أمس بشرنا في المستوى الثاني اللي هو عبارة على يعني تجمعين. مدة التربص إن شاء الله ستروح لمدة 5 أيام من 4 حتى 8 ديسمبر، فيها حصص نظرية وحصص تطبيقية، وفيه امتحان في آخر يوم فيه اليوم الخامس لنشوفوا مستوى المتربصين وين وصل. وهذا التجمع الأول في المستوى الثاني، ما زال تجمع ثاني إن شاء الله، وين تكون فيه امتحانات أخرى لكي يتحصل المدرب على هذه الشهادة، شهادة مدرب حرس مرمى مستوى الثاني، وين يقدر يدرب فيها في كل الأصناف على مستوى الوطن وحتى في خارج الوطن.